أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه وإيانا أجمعين، أما بعد، أرحب بالجميع من الأباكر الموجودين في هذه القلعة العلمية، بدءا من آبائنا الشرفاء. نسأل الله أجلكم وجزاكم الله جزاء أوفى. وبعد ذلك أرحب بزملائي المتميزون الموجودون في هذه، نسأل الله تعالى أن يبارك فينا وفيكم جميعا. نعم، هذه قصيدة معتلة صادرة من شاعر الضعيف وكاتب الضليل، نسأل الله تعالى على إتمامه بكلية من الخيرات. نعم، أقول في مطلع القصيدة: لبيك لبيك يا شعر مهما الفكر في شغل، لبيك يا شعر مهما الفكر في شغل، مستوقفا مستوقفا باكي الذكرى على طلل. الشعر روح يعيش الشاعرون بها، والنفس والدم والأنفاس بالجلل. اليوم تعرف ماذا الشعر يفعله، اليوم تعرف ماذا الشعر يصنعه، وتعرف الحلم يقظانا بلا زلل. مفتي الفتاوى أقول السحر من كفر، مفتي الفتاوى أقول السحر من كفر، والشاعرون بسحر ساحر الجمل، والشاعرون بسحر بشعر ساحر الجمل. شعر من القطر لا يروي الفتى سقبا، والناس لا شابع سقب ولا بلل. بالشعر يعرف قدر العقل ما جهل، وأصل ما كتبت أيد من المثل. كزمهرير الهوى الشعري يزمهرهم، لا بغجد أو قطاه قط لا يسلي، لا بغجد أو قطاه قط لم يسلي. اليوم نعرف ماذا الشعر ماذا يصنع القلم، اليوم نعرف ماذا يصنع القلم، والحبر والشعر والإبداع في الملل. الشعر كالعمل الفكري بأي يد، لا تعمل غير ما الخيرات من عمل. عين جرت روعة والموج من سبأ، زك عليها لا يملأ مدى الأزل. خريطة الفكر في الإبداع ننظره، أمعن خريطته تأمن من الزلل. الشعر أرض فإمشوا في مناكبها، والشعر شعر ولو فيه من علل. هذه نتائج فكر سالم حذك، زبر الحديد كتاب فائق مثلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.